البارح عيطوا عليا قالوا لي جي للدار راه كاين شي مشكل. فجيت لقيت البنيه عضها المش ومن داك المش مشكوك في امره. المهم هزيت البنيه ديتها للسبيطار ما لقيتها يلاه خرجوا ديك الساعه الاداره ساده ديك الساعه الصباح مشيت قداو لي الغرض السبيطار ديال ايتملول ضربوا ليها جوج يباري وعطاو لي الرونديفو الاسبوع المقبل. ومن بعد واقيلا غيكون رونديفو اخر ديال من بعد ب 21 يوم تقريبا ديال الشهر. دابا في راسي انا دابا تقريبا جوج الناس والبنيه ديالي الثالثه هادشي اللي في راسي. وجاو بعدا تيا جاو الناس ديال القياده جاو شافونا هاد تقريبا واحد ساعتين المكانه جاو حتى هما سولوا فينا هادشي اللي كاين استاذ. حنا دابا كنتواجدوا في ازرو حي ازرو بلوك ثلاثه بلوك ثلاثة حي سيس. اخويا هذا مشى شهدوا راه اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. زعما تنعطيهم الاكله راه الحيوان هذاك عندي انا تنطلعوا فيهم ولكن ملي الثاني تيوقع فيهم مشكله راه الشيء راه خطير على الدراري. راه تقاسوا دابا تقاس جوج بنيات وواحد المراه جاتي هنا وهذاك راه داو من السبيطار هذه المراه والله ما نكذب عليك وذاك المشطره مازال ما تشد والله يهدينا الناس هادو. المهم الله يهدي المسؤولين يشوفوا يدينا شي حل لهذا المشاش. حنا ما تنهضروش على الكلاب دابا نهضروا دابا على هذا المشاش دابا اللي مع الكلاب راه لا اله الا الله. هو راه اللي تعادى غادي يضرب واحد اللي تعادى 40 يوم راه غادي يدير خباب عباد الله. رساله كنوجه اليوم رساله يشوفوا الحل ديال هذا الشيء راه والله الا ولاو الدراري ما كيخرجوش حتى للمدرسه. والله الا دابا كنصيفت واحد المدرسه خصك تمشي معاه حتى توصلوا للمدرسه وعاود ثاني ملي غترجع خصك تمشي تجيبو. عندنا واحد المشكل البارح هنايا واحد قط عض جوج الناس واحد بنيه وواحد الراجل في المغرب. وهاد القطط يعني كثير هاد الشيء هاد الايامات مؤخرا في الزناقي ما عرفنا علاش. وهذا الشيء كيشكل خطوره على السكينه وخصوصا على الاطفال حيت رايت البارحه انا صليت المغرب مع ذاك السيد اللي انا سبقته شويه كتجري واحد المراه وولادها يعني مريحين المراه والعيالات في ديك الشجر داك قدام المسجد الكبير كل شيء كيغوت ملي كلمه ذاك الشيء قال لي كودي واحد المشره كيعض طيعض فعلا فعض في ذاك الراجل. ذاك الراجل مسكين شدوا واحد الدرويش مسكين صليت مغربي خرج جيت من الجامع قال لي اودي واحد المشى ما كان. قلت ليها اودي سير مباشره سير ضرب الهبرة. قلت لي اما سير البلديه اولا سير الانزكان. قال لي اودي داك الشيء غندير. فعلا مسكين مشى هو حاليا في الصباح السلطات جات يعني تقوم بالواجب ديالها جات هاد الناس هادو اللي عند فيهم هاد القط هذا مشاو لديورهم كلشي الحمد لله. دابا ضربوا ليبرا جا المقدم الله يكثر خيره وجا يعني دا المعاينه لهاد الناس هادو واش داروا الاجراءات الاوليه. فعلا كلشي داروا الاجراءات ديالهم تقول حاليا تقول يعني ليبرا. انا هذاك الشيء كنشوف انا صراحه هاد الشيء كيما قلت لكم راه هاد الشيء كثير هاد الشيء كنشوفوا في الزناقيه على حسب الكلاب الضاله وهاد المشاش الضاله يعني هاد القطط الضاله راه هاد الشيء كيشكل خطوره على الاطفال. حيت ذاك السيناريو اللي شفتنا البارح والراجل خرج من الجامع والمش كينقز ويعض في السيد راه هاد الشيء راه خيالي راه مفاجاه. وهاد الشيء اللي كنتمنى الناس ماشي غير هنا يعني نقول حي ازروه كاينين هاد الناس هادو كاين اللي كيجيب انا كنشوف واحد الظاهره الناس كبعض بعض الناس الله يهديهم كيجمعوا داك الشيء يمشي عند مول الحوت ولا كيمشي عند مول الدجاج كيجمع داك الشيء كيجيبوه قال لك كيلحوه للقطاط في الزناقي. وكاينين الناس كيديروا داك واحد الفيديو ديال الباء ولا ديال سميتو كيجيو وكيحتلوا لهم الماكله على برا. مزيان الله يعني نعمه الله راه كل حلقه الله كل شيء كما حلقنا الله حلق الله حتى الحيوان. ولكن هاد الشيء كيشكل شويه الخطوره كما قلت لكم على الدري خصوصا هاد الكلاب وهاد القطط ملي كيجهلوا كيديروا هاد الحركه هاد الشيء وكيعض في الناس راه
حنا كنتمنوا الناس المسؤولين ما فيهم الناس ديال اللجان ديال البلديه والعماله والسلطات يعني باش يديروا الاجراءات ديالهم باش يقضيوا لنا على هاد الكلاب الضاله وهاد القطط الضاله يعني في هاد الحي ديالنا حي ازرو. وحي كتعرفوا حي ازرو حي شعبي راه الحمد لله حي كنعرف الاحياء الشعبيه راه ما وتنتمنى الناس المسؤولين باش يديروا الحد لهاد الظاهره هادي وشكرا. Yeah.